السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جيناكم اليوم بفيديو جديد مع صديقنا صدام. يا هلا والله. بدنا اليوم نفتح باكج الام 7 الجديد بقيمة 16,000 يو سي. يعني تتوقعوا بنقدر؟ تتوقعوا بنقدر نجيبه ب 16,000 يو سي ونطوره السلاح، ولا شو رأيكم؟ كيف راح يكون الحظ يا خالد؟ والله يا صدام مش عارف، انت شو شايف؟ يلا بنجرب اليوم نشوف كيف ببجي معنا اليوم. معناته صدام قبل ما تبلش بدنا نخبر الشباب بهالشغلة. يلا ايش هي؟ شباب، اذا جاب هذا الفيديو 500 لايك راح نوزع 3 ريال بس. كل ان شاء اللي الله. عليك تسويه تحط الاي دي تبعك بالتعليق بس، يلا هذا اللي عليك. همتكم يا شباب، بس يلا اعمل بسم لايك الله. وحط الاي دي تبعك في التعليقات وان شاء الله يلا بتكون من الرابحين. يلا خلينا نبلش بداية نشوف السلاح. هو نزل امبارح السلاح مع لبسة سوبر ميثيك، لبسة كثير حلوة. هي ببجي بالفترة الأخيرة تغيرت سكناتها، صارت سكناتها كثير حلوة. الباكج فيه اللبسة السوبر ميثيك، وفي اللي هو باراشوت، وفي السلاح، وفي الشنطة كمان الميثيك، وفي عنا الرقصة الميثيك ماتيريال، وفي هاي اللي هي شعبية بقيمة 50,000. نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول 10 ضربات خليهن بحظ خالد. يا سلام. تعال نشوف حظ خالد شو بده يجيب لنا. يعني منيح اجتنا المولوتوف. اول المولوتوف، هاي المولوتوف طبعا كل مسج بتتطور مع السلاح، يعني جميل. لما تمكس السلاح بتصير هي كل مسج. الضربة الثانية بحظي انا، يلا يلا نفس الشيء. زراب يا معلم. الضربة الثالثة خليها تكون في حظ اللي راح يعملوا لايك للفيديو. يلا لسه 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 شكلها ببجي بدها تعذبنا لسه. معناته بدي عادي عشان المتابعين. هينا بنشوف. هاي مرة ثانية للي بدهم يحطوا لايك ويعلقوا على الفيديو. يعني ماشي الحال، اجا شعبية، اجا سكوب 3، واجا اللي هو الهولو ولا الريد دوت هولو. لا الهولو اعتقد. هاي المرة يعني ما اجانا اي شي، نفس الشي كأنه نفس الشي. يبدو هذا الصندوق انه راح يكرهنا، يعني هاي صرنا ضاربين 75% ولسه ما طلع اي شي. هاي طلعت اول جوهرة، حلو حلو. هاي ماتيريال وطلعت لنا اللي هي اول جوهرة. هاي طبعا كل ثلاث بدنا 3 عشان نقدر نشتري السلاح، او 6 عشان نجيب اللبس السوبر ماتيك. نبلش من جديد. يلا بحظ مين هاي خالد؟ يا سيدي العزيز، بحظ اول واحد راح يحط لايك على الفيديو. يا تعال نشوف كيف حظه. يعني طلعت لنا اللي هي ستوك ماتيريال، هاي الصغيرة. ماشي الحال. هاي كمان 540 شدة. نشوف مسكرة يا خالد. خلينا نجرب الشعوذات هاي. تعيد بقول لك في جلتشات وما جلتشات، بتضرب ضربة هون على صندوق الجندي. تعال نشوف الجلتشات هاي بتزبط. تضرب ضربة هون قال، وبترجع هون تضرب كمان ضربة، بترجع على الصندوق بتضرب واحدة ب60 شدة، وبعديها مباشرة تضرب واحدة تعطيها تخطي. حكي فاضي. يعني
طلعت لنا النيد وطلعنا اللي النيد هن حلو. الاكستندد، حلو هذول اللي هم المخزن للسلاح القطع، والنيد حلو. طلعة بس لسه يعني ما اجا اشي، اجا اشي من الميثيكات اللي في الصندوق. يعني في مليون شغلة، ما يعني على الأقل أعطونا الشنطة، أعطونا الباراشوت بثلاث. يا عفو والله، والله كثير غالي، دايما بكون باثنين. هسه هون والله حتى هون ما أعطونا جوهرة، ما أعطونا جوهرة. هسه في جوهرة، يلا عوضونا بتنتين جوهرة واحدة. انا سكوب 2، سكوب 2 سكوب 2 حكينا بلكي طلع. هاي طلعت الباراشوت، حلو يعني ها باراشوت. بلش حلو يفك حلو الصندوق، بلش يفك الصندوق. هاي شعبية 50,000. هون في على الجنب عنا حلية، وفي الإطار، هاي اللي هي العلاقة للشنطة، 100%. هذا إطار، وهاي قطعة ماتيريال. يلا يا رب. شعبية ثانية فيرتيكال، هذا حلو الفيرتيكال مثلا، هذا مهم للإسلام. بس شو بدنا في الشعبية يا باب جاي، يعطونا جوهرة. هيك صار معنا حق السلاح احنا، خلاص. هيك 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 السلاح يعني نقدر نجيبه. بس خلينا نكمل نشوف شو بصير معنا. حلو ماتيريال، نشوف قديش نقدر نمشي فيه. هاي جوهرة كمان، حلو. طب اعطونا اللبسة يا بابجي، اللبسة هسه. ها صعبة والله، ما حلو. بتطلع اللبسة. صعبة كثير، أنا بحياتي ما طلعت لي اللبسة والله لا لا صعبة جدا، بلكي في هسه ناس حظنا تطلع احنا لها. ومتابعينا. خلينا نشوف إن شاء الله تطلع. 4,000، في عنا هون كمان جوهرة. بس يعني لو يطلع السلاح بنشتري اللبسة، أنت عارف لو يطلع السلاح بنجيب اللبسة شراء احنا. ما في حتى الشنطة ما اجت. يا الله شو مالها، نرجع للشعوذة يا خالد. جرب جرب، انا على اعصابي والله. مش عارف يعني، الله ببجي مش عارف يعني، مرات في باكجات بتيجي نفس اللي هو باكج لبسة اكس بآخر فترة، كان كثير الحظ قوي يعني، لدرجة انه انت ممكن تضرب 1,000 شد يطلع لك 3 أو 4 أشياء من الصندوق. في هاي جوهرة صار معنا، والله ممكن نجيبهم. دقيقة نشوف يعني، لو اللعبة ها بتحن علينا. هاي جوهرة كمان، حلو. يعني صار معنا هسه 8 جواهر، لو نجيب كمان جوهرة بنجيب اللبسة ومنجيب السلاح. والشنطة لا للسلاح أصلا. الشنطة لا، لازم تطلع لنا. هاي أعطونا ماتيريال، حلو. هاي جوهرة، حلو حلو حلو. بفك الحظ، لو يعطونا بس، لو يعطونا هاي السلاح. حلو 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 حلو، هيك فكت معنا. حلو حلو، هيك يعني اللعبة بيضتها معنا. بيضتها بآخر صندوق على فكرة، آخر واحد.
اخر ايش يعني باخر ضربات يعني بصير اخر اسرع والله مش بضربة. ضايل لا شايف 460 شدة، حلو والله، حلو كثير. هسا هون احنا عندنا 7 جواهر وهون عندنا كمان 110، بنقدر نجيب، نقدر نجيب من هون نشتري جوهرتين، نرجع هون نشتري لبسة. عيني نروح نشوفها كمان. الشنطة احنا طلع لنا هيك اخذنا كل اشي تقريبا صح؟ هذا هو الام 7 الجديد، اول مرحلة اللي هي تأثير القتل، هاي اول تنتين ماتيريال. هسا النيد لما تفقع، النيد تاعيت لما تنفجر هيك بيطلع التأثير يا خالد، شايف كيف؟ حلو حلو. هون الشكل المتقدم حلو، كل مسج كثير حلو للسلاح، يعني احلى ام 7 تقريبا يمكن نزل لحد الان. والله جدا حلو اللي هي اخر مرحلة حاليا، اللي هي مرحلة تأثير الضرر، اللي هي لما تأثير الضرر لما تضرب لاعب وبطلع منه الكل افكت هذا بدل اللون الاخضر اللي بيطلع في اللعبة العادية يعني. حلو. عندهم قوي بدمجك بسرعة. نعمات اليوم بلى.